جينيس جينيس اونلاين سكول. النهارده ان شاء الله نحل مع بعض ملف التقييم الاداء باللغه الانجليزيه الصف الثاني ابتدائي فصل درس الثاني 2024. الجزء ده خاص باللغه الانجليزيه الكورنيتيف بلس او المستوى الرفيع. ده اول سؤال معانا، جاهزين يا ولاد؟ اوكي ليتس جيت ستارتد. طبعا واضح معانا، اول سؤال معانا بسم الله. لوك نمبر 1 لوك اند رايت. طبعا عندنا مجموعه من بيكتشرز من الصور، محتاجين ان احنا كل صوره نكتب لها الكلمه المناسبه بالنسبه لها. ذا بيكتشر 1 ريفيرز تو بالشكل ده. اول صوره معانا دي صوره ايه؟ يا ذيس از ميلك، سو رايت هير ميلك. اوكي يا ذيس ميلك، سو بيكتشر 2 از ميت. يا 3 is cheese and the last one is wool. Okay. Question 2. Read match used to. طبعا عايزنا ان احنا نوصل، عفوا read and complete. هنكمل باستخدام الجمل اللي معانا ونستخدم كلمة to معناها لكي. Number 1. Yeah. Number one, we exercise like this. We exercise, احنا بنتدرب. هنكمل طبعا بحاجة مناسبة معانا. We exercise to get fit. يعني احنا بنتدرب عشان نكون لائقين بدنيا. Yeah, we exercise to get fit. Number two, we recycle paper and plastic to keep, لا, yeah, to look after the environment. علشان نعتني بالبيئة. يبقى to look after the environment. Okay, we tidy up. احنا بنرتب طبعا to keep our house tidy عشان نحافظ على البيت بتاعنا مرتب. To keep our house tidy. Yeah, we go to school. احنا بنروح المدرسة. ليه؟ To learn about the world. علشان نتعلم عن العالم. To learn about the world. Okay. ده question 2 معانا. Number 3. Look, match and write. Okay. أصغر شوية، الصورة كلها تكون واضحة معانا. Okay, number one, yeah, is flag. Yeah, flag معناها علم. طبعا هو طالب مننا إن إحنا نكتب، يعني هو مش واضح عندنا هنكتب هنا فين بالظبط، علشان كده أنا هكتب جنبها بالشكل ده. ممكن يكون عندكم في الشيت الموضوع أوضح شوية. بلاد wait عفوا flag، أو أنا هكتبها هنا جنب number one. أكتب الجملة على بعضها أو الكلمة على بعضها flag. Okay. Number two, yeah, match with pla yeah plate plate يعني طبق مسطح plate. Okay, number three is clock. Clock. Yeah, ساعة حائط. Yeah, clock. Number four, cloud. سحابة. Yeah, cloud. Okay, number five, flute. فلوت مزمار. Yeah, فلوت. Number six is plane، طائرة. Plane، plane. ده question three. Next.
يا ريد ان كومبليت. اوكي بسم الله. طبعا عندنا مجموعة من الكلمات: ماونتين رينج سلسلة جبلية، بنينسولا شبه جزيرة، جرو يزرع، دلتا اللي هي دلتا دام نهر، فارم لاند فارم لاند اللي هي الأرض الخضراء الأرض الزراعية، يا أويزس واحة كيب يربي. So a delta is a place where the river enters the sea. Okay. Number two, there is a lot of space in my delta. There is a lot of farmland. Farmland. Yeah, and space is a place in the desert with water. عبارة عن منطقة في الصحراء فيها ماء. So it's oasis. واحة. Oasis. Yeah. People can space plants, can grow plants. Grow. الناس بتقدر تزرع النباتات and keep animals. وتربي الحيوانات. تربي الحيوانات at an oasis في الواحة. A space is the land with water around it. عبارة عن مكان حواليه مية. طبعا دي بننزولة، يعني بننزولة اللي هي شبه جزيرة. Is an area space is an area with lots of mountain. طبعا mountain range. Controls water in a river. ايه اللي بيتحكم في المية في النهر؟ Dam. Yeah. كده خلصنا number four. Number five, look and complete. Yeah, I go to Cairo by car. طبعا أنا بجيبه بناء على البيكتشر اللي قدامي car. I go to Luxor by train. I go to Port Said by ship, سفينة. And I go to Aswan by plane. By plane. Yeah. بعد كده عندنا السؤال ده look read and check true or false. طبعا ده بيعتمد على رؤيتنا الشخصية للصورة. أنا بتكلم عن نفسي مثلا picture بالنسبة لي يعني the boy is so late، الولد جاي متأخر، يعني he comes after the teacher، هو جاي مع teacher. طبعا ده سلوك بالنسبة لي غير مقبول، so it's false. okay these children أطفال دول waiting طبعا in line واقفين في طابور، على الرغم من شخصية متكاسل شوية بس هم واقفين في طابور. فسو I think this picture is true. Yeah. So picture 3 الولد ده يعني أنا شايفاه he is so late ومتأخر والباص تقريبا بيتحرك، فطبعا هو متأخر فسو it's false. طبعا هنا في الولد ده شكله مش كويس خالص وبيبهدل، يعني هو شكله، يعني انا جاي من الصوره، يعني انا شايفه ان صوره الولد مش شكله متعاون، يعني انا بل بالعكس انا شايفه ان هو لود على، والراجل ده زعلان جدا، هي سو سايد شكله حزين او متضايق، فمفيش مساعده ما بينهم. سو الصوره دي بالنسبه لي فولس. كيف دي رؤيتي الشخصيه للصوره دي، ممكن حد يشوف رؤيه تانية بس دي رؤيتي للشخص للجزء ده. اوكي next. Look, read and write the number. طبعا هنكتب هنا الرقم. الايربلين طبعا طبعا هي بتتحرك في من الايربورت، فدي نمبر 2. يعني ترين طبعا ستيشن من المحطة. كار جاز ستيشن اكيد. تاكسي جاز ستيشن 2. بوت البورت المينا. Number four and ferry port. برضو المينا. Okay. Next. Look, read. Yeah. Look, match and write. وانا عايزنا نوصل.
ونكتب كمان اوكي نوك بريزنت طبعا هدية، فدي نمبر البريزنت دي دي هدية اوكي سو رايت هير بريزنت يا بريزنت اوكي this is frog F R O G train yeah T R A I N okay دي طبعا truck T R U C K yeah fruit F R E D press P R E S S طبعا احنا كده خلاص كتبنا، احنا كده كتبنا الصور، طبعا احنا شفنا الماتش وعايزنا نوصل بإيه. طبعا هنا عندنا الترين مثلا اكيد يقصد مثلا نكتب هنا T R وهنا F R اللي هي وهنا P R نفس الكلام معانا هنا بي ار اف ار اند تي ار اوكي اوكي نيكست يا ريد اند كومبليت طبعا ده سؤال لذيذ انا بحب السؤال ده This is the tallest animal. إيه أطول حيوان؟ طبعا جيراف. جيراف. Yeah, this has a long trunk. Elephant. اللي عنده long trunk. Elephant. Yeah. This has horns on its nose. Yeah. Rhino. اللي عنده horn في النوز بتاعته. Rhino. Yeah. This is the biggest land animal. هو أتخن حيوان على الأرض. Elephant برضو. يعني طبعا هو حيوان بري. Land animal. Elephant. Yeah, this is good at swimming. شاطر في السباحة. Hippo. Yeah, this has a big mouth, hippo. Next. في ريبيت اند ماتش هنوصل مع بعض كل صورة طبعا دي مجموعة من أسماك احنا هنا عندنا بيرتش بيرتش ذس بيرتش نمبر 2 كروكودايل يا نمبر 1 سلابيا نمبر 5 ليزرد يا نمبر 6 سوفت شول تيرتل نمبر 4 سباين ايل نمبر 3 يا اوكي ريد اند ري اوردر اوكي نمبر 1 طبعا احنا بنعرف نبدأ منين لما من الكلمة اللي بتبدأ بكابيتال لتر so we will start with giraffes giraffes yeah giraffes run giraffe more quickly than more quickly than giraffes run more quickly than hippos yeah number two come on we would start with rhino rhino run more less quickly than
Yeah, Rhino run less quickly than hippos. هنا عندنا rhinos. Yeah, hippos. The last one, elephant. طبعا هبدأ بإليفانت capital letter. Run this quickly less quickly than giraffes. اوكي كده ده سؤال 11 معانا. Next match and complete. Okay, so we went to the farm store. Yeah, two طبعا استخدمنا two buy cheese and milk. Okay. يعني احنا ذهبنا الى الحديقة المزرعة الفارم ستور to buy cheese and milk. I save water يعني أنا بدخل المية to help plant. Yeah, this too. Okay, so he went to the park to play with his friends. She does exercise to stay healthy. Okay. Next. برضو order زي ما اتفقنا قبل كده هنبدأ بكابيتال. Yeah, so Sora has 8 toys. Sora عندها 8 toys. Yeah, we sleep at night. يعني احنا بننام بالليل. Yeah, the store is on the right. That store is on the right. My father is a firefighter. السؤال ده نكست. آخر سؤال معانا لوك ريد اند ماتش. اوكي نمبر 1 is plant flag cloud clock flood or plane. Yeah, it's cloud. نمبر 2 is flood. Hold on. Next is plants. Yeah, this clock. And this flag. And this plane. Yeah. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء بتاعنا. اتمنى تكون استفدتوا كويس جدا، ولو في اي حاجه مش واضحه او عندكم اي وجهه نظر مختلفه في اي حاجه تقدروا ترسلوني ان شاء الله باذن الله، وانا تحت امركم في اي توضيح. Thank you for your time. So now I can say goodbye, Odette. Goodbye.